بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم. أعزائي الطلبة والطالبات، غبت عنكم فترة بس كان ربنا وفقنا وعملت سلسلة من الكتب إن شاء الله تكون مفيدة ليكم. السلسلة عبارة عن مجموعة من كتب التشريح بعنوان Concise on the Veterinary Anatomy. كل كتاب له سبتايتل، بدأنا بالجنرال اناتومي وبعد كده عملنا الاناتومي اوف ذا ثوراسيك ليمب والاناتومي اوف ذا بيلفيك ليمب والكونسايز اون ذا فيترينري امبريولوجي، بدأنا بالجنرال امبريولوجي وبعد كده عملنا السبيشال امبريولوجي. الكتب واخده رقم ايداع وترقيم دولي من قبل الهيئه العامه لدار الكتب والوثائق القومية المصرية. حرصت وانا بعمل الكتب دي نبعد عن التعقيد في سرد المعلومة. بدأنا زي ما قلنا بالجنرال اناتومي، كل معلومة تشريحية موثقة بعدد من الصور والمخططات، وكمان المعلومة في صورة نقاط وليس باراجرافات طويلة ومعقدة. وحرصت وانا بعمل الكتب دي كمان ان انا اربط المعلومة التشريحية والحقائق التشريحية بالناحية التطبيقية. فتلاقي حضرتك في الاناتومي اوف ذا ثوراسيك ليمب والاناتومي اوف ذا بيلفيك ليمب استفدنا جزء كبير منها بالابلايد اناتومي، سواء الراديوجرافيك اناتومي، الانتر ارتيكولار انجكشن، او الريجن انالجيزيا. كل ده ازاي حضرتك تحقن مفاصل، ازاي حضرتك تخدر في تشخيص الليمنس او العرق. فربطنا دايما المعلومة التشريحية بالناحية التطبيقية. كمان في جزء الامبريولوجي سواء جنرال امبريولوجي او السبيشال امبريولوجي ركزنا على الانوميلز اللي ممكن تكون موجوده خلال الديفلوبمنت بتاع الديفرنت انيمالز. بدعو المولى عز وجل ان يكون عمل مفيد لدارسي علم التشريح من طلابنا الاعزاء في جمهوريه مصر والوطن العربي. الكتب متاحه في صوره ملونه في مكتبه الهدى امام كليه الطب البيطري جامعه بنها. ولكم مني جزيل الشكر وفي الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.